كابتن طارق بعد اذنك هعمل لهم اختبار، بس اختبار سمعي. يعني هنجيب حد يتكلم ونشوف هم هيقدروا يعرفوه ولا لا، حد زميلهم كمان يعني، مش او زميلتهم. انا يعني عرفت هي مين اكيد. والله بنسبه كبيره يعني كمان. طب خلاص قولوا انتوا، انا كاني مش موجود، انا عايزكم انتوا تتناقشوا. بس لا مش محتاجه الو. قولوا انتوا بقى اول حرف من اسمها سرايا. اتفضلي يا دينا حضرتك ال الو. الو هيا ازيكم يا ابطال؟ اهي ميزو راني ام في بي. لك راني ده ما فيش حد يعني ام في بي. ام في بي اساليها انت بقى، انا مش موجود. نيمو اتكلموا انتوا معايا، انا مش موجود. وصلتي اسكندريه بالسلامه؟ لا لسه في الطريق. لسه ماشي توصلي بالسلامه يا ام في بي. منورين التلفزيون. منورين ازاي وانت ما بتتفرجيش اساسا؟ المفروض كنت تيجي بس بتسمعينا يعني. المفروض كنت تيجي بس قالوا لي مسافره اسكندريه. لا خلاص هنكون خلصنا. انت فين؟ انت فين دلوقتي؟ انا يعني لسه معديه الماستر شويه. أنا لسه قدامك شوية حلوين. سهرة طويلة. طيب يعني رنيم برضو احكي لنا الموضوع ماشي ازاي، وعلاقتكم ببعض عاملة ازاي، علاقتك بالكابتن طارق عاملة ازاي؟ طبعا كابتن طارق حبيبي والله. حبيبنا كلنا. علاقتنا كلنا كفريق وكل حاجة يعني أسرة واحدة. طبعا. كلنا بنحب بعض وده أهم حاجة يعني، إن احنا كلنا فريق بجد، كلنا بنحب بعض قلبنا. أيوة. فده طبعا بيساعدنا ان احنا نلعب في الملعب حلو ونكسب ونحسب البطولات. المباريات الصعبه يعني انا سالتهم على المباراه الصعبه قالوا لي سبورتنج. اللي قبل كده كان ايه اللي اصعب حاجه؟ غير سبورتنج يعني؟ غير سبورتنج لا في ممكن هليوبلس. سموحه. يعني كلهم فرق تحترم بصراحه. وانت بقى هي كابتن بتيجي وبتروح كل يوم ولا؟ انا مش فاهم. امال ايه؟ مقيمه قاعده في القاهره. لكن هي النهارده بس عشان اجازه. انت بديهم اجازه قد ايه؟ يومين. مالكم مبسوطه؟ انت مبسوطه ولا؟ الحمد لله ما بقيناش من اجازه جدا. اربعة وخميس ده صعب ولا ايه؟ قوي. خدنا يوم خميس اجازه يعني، ده حاجه كبيره جدا. والله هنخرج بقى وهنلبس ونخرج وبتاع والشغل اللطيف ده. صح؟ نقعد في البيت. رنيم اخبار اسكندريه؟ هتخرجي في اسكندريه بقى وانت مبسوطه وسعيده اكيد. ان انا راجعه اسكندريه؟ وخدتي البطوله. والله جدا جدا الحمد لله كده، مروحه فرحانه بطوله. ان شاء الله نكمل السيزون على خير كده وناخد كل البطولات ويبقى سيزون موفق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. لسه عندكم كام بطوله عايزين تاخدوها؟ فاضل لنا كده الكاس والدوري سوبر، اربعه ان شاء الله. اربع بطولات اخرى خلال الفتره القادمه. طيب البنات معاكي، كابتن طارق معاكي، حابه تقولي لهم اي حاجه او تساليهم حضرتك على الهوا، اتفضلي. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انا بحبكم، بحب حضرتك كابتن طارق جدا، وانا بحبك. نطلع مبسوطين كل البطولات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. جمهور الاهلي تقولي له ايه يا رنيم؟ جمهور الاهلي جمهور عظيم والله العظيم، النهارده بجد تعبوا مع كل ماتشات النهارده، بس بتاعت السيمي فاينل بجد تعبوا معانا، فبجد يعني الحمد لله ان احنا فرحناهم النهارده، ويعني ان شاء الله نفرحهم دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا رنيم، والف الف مبروك، وشكرا جزيلا لوجودك معانا.